الو، ايه يا حبيبي؟ انا في البيت. طيب بتعمل ايه؟ تعملش حاجه، قاعد شويه. تمام، بقول لك يا حبيبتي بس اقفلي عشان بكلم بابا. الو. الو، ايه يا قلبي عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. بقول لك اقفلي عشان رايح اجيب بابا من المستشفى. دي جي البوب ريميكس. جاهزين يا بنات؟ مين تعبنا غير؟ خلصانه يا بنات، ورونا خير. جاهزين يا بنات؟ مين تعبنا غير؟ خلصانه يا بنات، ورونا. طلعت تليفوني وبعت رساله للثلاثه وظبطت عليك يومي، واللي هيحصل كالعاده. اول ميعاد كان استعجال، اخدتها جري وعلى البدال. اول ميعاد كان استعجال، اخدتها جري وعلى البدال. شفتها داخله وجاي عليا، قلت حضر ليها سؤال. قلت حضر ليها سؤال. ايه يا عم في ايه؟ متبرجل ليه؟ قال انت وراك حاجه؟ ما ترد يا بيه، عمال يصدق وكلامه متلخبط. ماشي بيتدهول، ايوه في الحيطه هيخبط. اما التانيه انا مستنيه، جايبه هدايا كتير في ايديها. ظبطت الجو فضلت احلام، ورحت داخل دخل عليها، ورحت داخل دخل عليها. اديها اهلا بالخير. عايزه مني ايه؟ قربت عليني اهو، قربت عليني ولا عايش وخالي ولا سهرانه ومفكر وفي لبسي بحضر علشان جايلك. مقدرش اتاخر، انا بيك مبسوطه ودماغي مظبوطه. خديني اسمك واحكي لي حدوته، واحكي لي حدوته. عملت حوار وقمت اتكلم، اصل التالته تقعد تبلل. لسه هقفل انا وياها، لقيتها في وشي قوام بتسلم. عم الحبيب عايزه ايه؟ بقى شكله غريب. انا زي المسكين معني. جاهزين يا بنات؟ مين تعبنا غير؟ خلصانه يا بنات، ورونا خير. جاهزين يا بنات؟ مين تعبنا غير؟ خلصانه يا بنات، ورونا خير. الكدب ملوش رجلين، وانا وقعت في ثلاثه شياطين. انا معاكم معاك دي جي المو شبح فيصل يا اخوانا. شعبيات اوفيشال.